ولنقاش ملف ترحيل الحكومة البنغالية للاجئين الروهينجا وتداعية ذلك على أمنهم واستقرارهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في شؤون الأقليات محمد سرحان. أهلا بكم سيدي. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. بحسب منظمة الأمم المتحدة فإن أقلية الروهينجا هي الأكثر اضطهادا في العالم، ما سبب ذلك الاضطهاد رغم كل القرارات الأممية؟ هو في الحقيقة طبعا قضية المسلمين الروهينجا معقدة على عدة مستويات، سواء على المستوى الزمني والمعاناة أو المستوى السياسي والجغرافي أو حتى الأطراف ذات الصلة بهذه القضية. من حيث المدى الزمني، المسلمون الروهينجا يتعرضون لمذابح في إقليم أراكان منذ عام 1942، ومع كل مذبحة أو موجة تهجير يحدث تغيير ديموغرافي بإسكان البوذيين محل المسلمين في القرى التي تم تجريفها وإخلائها، وبالتالي تتعقد الأمور عند الحديث عن أي حلول يعني إلى أي مكان يمكن أن يعاد إلى هؤلاء إذا كانت هناك تفاهمات على إعادتهم. القضية أيضا معقدة على مستوى التركيبة السياسية في ميانمار نفسها التي تتكون من أكثر من 140 عرقية، وبالتالي أيضا على المستوى من حيث صراع المصالح في إقليم أراكان نفسه اللي هو الموطن التاريخي للمسلمين الروهينجا، ما بين طبعا النفوذ البرمان اللي هم العرقية الأكبر في ميانمار، وأيضا الراخين البوذيين، وأيضا المشروعات التي يقوم على تنفيذها الرهبان البوذيين نفسهم الذين يحاربون أي وجود إسلامي في هذه المنطقة. ماذا عن قرار الحكومة البنغالية بترحيل 100,000 لاجئ من الروهينجا من أراضيها إلى جزيرة نائية تعتبر في خليج البنغال؟ كيف يمكن قراءة قرار الحكومة البنغالية؟ هو طبعا يعني سلطات بنغلاديش تقول أن هناك ضغط كبير يسببه هذا العدد الهائل من اللاجئين الروهينجيا في مخيمات كوكس بازار، وبالتالي فهي تريد أن تخفف هذا العبء بنقلهم إلى جزيرة نائية. هي جهزت مكان يعد أحسن حالا من المخيمات البلاستيكية في مخيمات كوكس بازار، لكنه في الحقيقة طبعا له أضرار مأساوية أخرى، وهو يعني عرضة للفيضانات والأعاصير، وأيضا يتسبب في عزلة لهذه المعاناة وهذه المأساة بعيدا حتى عن الاهتمامات الدولية، بالرغم من أنها تعاني الآن أيضا تجاهلا دوليا إلى حد كبير. يعني ما انعكست هذا القرار على أمن واستقرار الروهينجا المهجرين من أراضيهم الأصلية؟ هو طبعا للأسف صراحة يعني شعب الروهينجا يتم تهجيره منذ سنوات بعيدة، وهو لم يختر يعني طواعية الانتقال أو اللجوء إلى بنغلاديش، ولكن المذابح والقتل الجماعي هو الذي اضطره إلى هذا. وهنا أيضا في يعني الشتات وفي مكان اللجوء يتم نقلهم إلى جزيرة نائية، هم ليس لديهم الخيار في الأساس، يعني هم مجرد مفعول بهم يتعرضون للمذابح والتنكيل من وقت لآخر، وبالتالي فهنا للأسف هي المعاناة مستمرة. وإن كان يعني للأسف طبعا نقلهم إلى هذه الجزيرة هو في الأساس أهم آثاره أنه سيتسبب في عزلة لهؤلاء. أيضا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت بأنها لم تكن على اطلاع مسبق على إجراءات بنغلاديش بترحيل الروهينجا، ما الدوافع وراء عملية الترحيل لواحدة من أخطر الجزر غير المأهولة؟ هو طبعا يعني الأسباب التي أعلنتها سلطات بنغلاديش هي الضغط على هذه المنطقة، منطقة كوكس بازار، كونها منطقة سياحية، وأنها قبل البدء في نقل هؤلاء اللاجئين قامت بإعداد مكان مجهز يعد أحسن حالا، عبارة عن مخيمات حديدية مجهزة بشكل أفضل، بنت صورة لمواجهة الأعاصير التي يمكن أن تتعرض لها الجزيرة، لكنها طبعا في الأساس إذا كانت هناك دوافع غير معلنة فهذا أمر آخر ربما سيظهر لاحقا يعني، لكن هذه هي على الأقل الأسباب التي أعلنتها السلطات في بنغلاديش. يعني ويكون ترحيل طوعي أم إجباري؟ أو حسب ما أعلنته السلطات في بنغلاديش أنه الترحيل طوعي، وأنها لن تقوم بنقل أي من الروهينجيا بالإجبار أو كسرا، لكن طبعا هو في الأساس يعني ماذا يملك هؤلاء اللاجئين من قرارهم؟ يعني كثير من المشاهد التي وصلتنا من هناك من مخيمات كوكس بازار لهؤلاء الذين يتم نقلهم عبارة في حافلات إلى الجزيرة النائية ثم في عبارات،
هو في الأساس لا يملكون من قرارهم شيء، إذا أبلغوا بأنهم سيتم نقلهم لا يملكون الرفض في الأساس، حتى بعض منهم الذين فروا من المخيمات إلى داخل المدن تم ملاحقتهم ونقلهم، وبالتالي فهو في الأساس يعني هم معرضون للمذابح في ميانمار والنقل القسري في بنغلاديش. يعني كيف يمكن تقييم دور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في التعامل مع ملف الروهينجا؟ المجتمع الدولي حتى الآن فيما يتعلق بقضية الروهينجا هو يتعاطى بشكل إنساني أكثر منه بشكل سياسي، ولكن يعني طبعا هذا للأسف الشكل الإنساني نجد أن حول القضية إلى مجرد معاناة إنسانية أو جوع يتم سده من خلال تقديم مساعدات إنسانية، لكن الأزمة في الأساس هي أزمة تحتاج إلى موقف دولي حاسم وحلول سياسية يعني تفضي إلى إلزام حكومة ميانمار بالكف عن القتل والتشريد الذي يتعرض له الروهينجا في أراكان، وأيضا إيجاد أماكن أو تأهيل القرى مرة أخرى لإعادة هؤلاء. هو في الأساس المجتمع الدولي حتى الآن لا يملك أن يلزم ميانمار بوقف عمليات الانتهاكات والتضييق التي يتعرض لها من بقي منهم في الأساس من الروهينجا في إقليم أراكان. حتى الآن الجيش يقوم بعمليات وتضييق لبعض القرى القليلة التي تبقت، حتى الآن العصابات البوذية لم تتوقف عن تضييقها وملاحقتها لهؤلاء الذين تبقوا في داخل أراكان من الروهينجا. فكيف بنا عند الحديث عن حل أساس لهذه الأزمة وهذه المأساة وأكثر من 1,200,000 من الروهينجا حتى الآن هم في بنغلاديش؟ يعني شكرا جزيلا لك محمد سرحان الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.